ده سايت كوليكشنز موجود عندنا. هنبدأ نخش على سايت اكشنز ونقول له سايت سيتنج. عندنا يا جماعة فيتشرز ظريفة قوي، الهدف منها ان انا ابدأ اضيف بعض الفيتشرز وبعض الاتريبيوتس الخاصة باللوك اند فيل اللي موجودة عندنا. السيرفيس دي اسمها او الفيتشرز دي اسمها بابلشنج. علشان نبدأ نعمل لها اكتيفيت هدخل على سايت كوليكشن فيتشرز، هبدأ اعمل لها اكتيفيت. السيرفيس يا جماعه اسمها شير بوينت سيرفر بابلشنج انفراستراكشر. طبعا ده الديسكربشن اللي بتعمله، طبعا هي اوريدي لازم اخليها اكتيفيت. اوكي هي اوريدي حصل لها اكتيفيت. هرجع تاني في سايت اكشن هنلاقي عندنا حاجه اسمها مانج سايت فيتشرز ونعمل اكتيفيشن للشير بوينت سيرفر بابلشنج. كده اوريدي حصل لها اكتيفيشن. هنرجع للسيتنج بتاعتنا بنلاقي ان احنا عندنا حاجات اضافت للوك اند فيل. تعالوا كده نبص على الحاجات اللي ظهرت عندنا. ظهر عندنا حاجه اسمها ويلكم بيج، ماستر بيج، بيج لاي اوت اند سايت تمبلت، النافيجيشن. تعالوا هنا الويلكم بيج بتاعتنا، طبعا تختار، ممكن تختار البيج بتاعتك اللي انت عاوزها تكون الهوم بيج بتاعتك. طبعا يا جماعه الفيتشرز دي هتخليني مش محتاج ان انا اروح للشير بوينت ديزاينر علشان ابدا اختار الهوم بيج بتاعتي. ممكن اختار البيج بتاعتي دي تبقى الهوم لو انا عاوز. طبعا انا هسيب الديفولت بتاعي وهعمل باك تايتل وديسكربشن. ممكن تحط هنا اي يو ار ال علشان يبقى اللوجو بتاعنا، هقول له اوكي مثلا. شايفين اللوجو بتاعنا ظهر اهو. الماستر بيج يا جماعه ممكن اختار للسايت ماستر بيج الماستر بيج اللي انا عاوزها، ممكن برضه للسيستم ماستر بيج اختار اللي انا عاوزها. كذلك عندي فيتشرز حلوه قوي كنت علشان ابدا اضيف ملف سي اس اس. اتعاملنا في الفيديو اللي كان قبل كده اتعاملنا ان احنا بنروح للسايت سي ونشوف السمات اللي موجوده عندنا، وبدانا نعرف ان في فيتشرز ثانيه بتنتجريت مع الباوربوينت بتاعنا ان احنا ناخد ملف السيم اكس اللي موجود عندنا وناخده عندنا في الجاليريز بتاعتنا ونعمل له ابلود فيظهر من ضمن السمات اللي موجوده. طبعا انت ممكن تضيف ملف دوت سي اس اس عندك تبراوز عليه لو انت عاوز، واقول له اوكي. طبعا شكل الماستر بيج بتاعتنا اتغير. بالله عندنا برضو حاجه اسمها بيج لي اوت اند سايت تمبلت. هنا باي ديفولت يا جماعه ان انا لما هكرييت مثلا ويب سايت كل دول ينفعوا ان هم يكونوا، او دول كل دول السب سايت المتاحين ان انا ممكن اشتغل عليهم. طب لو انا عاوز ادي بعض السب سايت اللي الراجل او اي الادمن هيبدا يشتغل عليهم هم اللي يظهروا عندي، اقول له سب سايت. على سبيل المثال انا عاوز مثلا بلانك سايت او البلوج، دول هم اللي يكونوا السب سايت اللي موجودين عندي، اقول له اوكي. اي حد هيجي في سايت اكشنز يقول له نيو سايت، اللي هيظهر عندي بلوج ويظهر عندي بلانك سايت. كذلك لسه فيها برضو بعض الاختيارات التانيه. البيج بتاعتنا يا جماعه لما اي حد يكريت اي بيج شكلها هيكون عامل ازاي؟ تابعوا كده التغيير. والله عاوزها تكون بادي بيج مثلا سامري، ده الشكل بتاع اي حد. لما اجي كرييت هنا نيو بيج هيظهر الديفولت اللي اتكريت معانا. طبعا بعد كده التري فيو، طبعا الانيبل تري فيو لو انت عاوز تظهر تري فيو بتاعتنا. سايت سيم، كنا متعودين في السايت كوليكشنز قبل ما ناكتف السيرفيس دي كنا دايما بنختار او بنقف عند هنا، يعني ده السيم اللي انا محتاج اشتغل عليه. هنا يا جماعه بيقدم لنا بقى ان انا ممكن اغير في الكلر او اختار اي سيم زي ما انا عاوز وابدا اغير في الكلر بتاعي لو انا عاوز الباك جراوند مثلا عاوزها بلون فلاني مثلا. اوكي الكلر بتاعك عاوزه مثلا، وتقدر تحدد كمان لون الخط بتاعك كوميك اهو، وتقدر تحدد هل انت عاوز تابلاي الكلام ده للسايت او الكرنت سايت اللي موجود ولا كمان السب سايت. ده الشكل بتاعنا طبعا. كذلك برضو النافيجيشن الشكل بتاعنا بقى هيبدا يتغير عن الشكل التقليدي اللي كان موجود عندنا. لو انت عاوز تشو السب سايت عندك في النافيجيشن بار ده هتختار الكلام ده. عندنا برضو الماكسيمم نمبر للدايناميك ايتمز اللي ممكن تظهر في النافيجيشن، طبعا الديفولت عندنا 20. في الكرنت نافيجيشن اللي انت موجود فيه لو انت عاوز برضو تشو السب سايت هنا ممكن نضيف هيدنج، اضيف اليو ار ال بتاعي، وممكن احدد برضو الاودينس بتاعتنا
طبعا هنا ممكن تبراوز على الصفحه اللي انت عاوزها. اوكي، ظهر عندنا كاريرز، ممكن تحدد له لينك يبقى سب تايتل موجود عندنا. اوكي، مزيد من الفيديوهات زورونا على احمدبهوتي.blogspot.com.